وزعت مؤسسة حياة كريمة ضمن مبادرة سبيل ألف وجبة غذائية ساخنة متكاملة على المرضى وذويهم بمحافظة الإسماعيلية لإدخال الفرحة على قلوب المرضى وأسرهم الذين أشادوا بتلك المبادرة وتستهدف مؤسسة حياة كريمة مساعدة الأسر الأكثر احتياجا ودعمها من خلال الأعمال الخيرية المختلفة في كل المجالات ومن بين تلك الأعمال إطلاق مبادرة سبيل التي تستهدف المرضى من الأسر الأكثر احتياجا مبادرة سبيل واللي بتستهدف تقديم وجبات غذائية ساخنة للساده المواطنين والاهالي المرضى اللي متواجدين داخل يعني الطوارئ والاستقبال وكده معانا مجموعة يعني تتخطى ال 70 متطوع لتوزيع الوجبات والحمد لله يعني شغالين في الموضوع بعد ما رجعنا من انتهاء مبادرة انت الحياة واللي كانت متواجدين فيها داخل مركز ومدينة الانطرة غرب النهارده احنا المبادرة بتاعتنا بتغطي تقريبا كل مراكز ال المحافظة بما فيها المدينة الأم والنهارده التوزيع بيتم بإشراف مجموعة المتطوعين وإحنا يعني كمتطوعين كلنا سعداء بإن النهارده إحنا بدينا نوصل لل... بال... بالشيء لمستحقه بشكل مباشر وبشكل دايركت على طول وإحنا النهارده جايبين البنت يعني زي ما تودينا المستشفي وخدنا وجبات وتشكر يا ريس بشكر حياة كريمة على الوجبات اللي هم عاملينها ونزلوها في مستشفى أبو خليفة للطوارئ والحمد لله يعني واخدين بالهم مننا ومش مقصرين معانا في أي حاجة